السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب. يوم كروي ساخن على المستوى العالمي وعلى المستوى السعودي. اليوم الأندية التي تأهلت في آسيا يبدو أن آسيا أثرت عليها، وأندية أخرى استغلت ظروف اليوم الأندية الآسيوية واستطاعت أن تخرج بنقاط ثمينة بالتأكيد من أحد الأربعة الكبار في دوري أبطال آسيا. الهلال عالج أخطاءه ومسح شيئا من أحزانه بثلاث نقاط وبتصدر الدوري بعد نهاية هذه الجولة. أما موضوع العالمي فأتركه لكم. إلى العناوين. ترقب لانعقاد أول جمعية عمومية في تاريخ الكرة السعودية. تكتل يرفض اعتماد النظام الأساسي ويصفه بالهش. ومحاولة لاحتواء الموقف لتجنب عقوبات من الفيفا. الاتحاد للأهلي، عفوا مقاعدكم محدودة. والأهلي يرد ادفعوا تكاليف المعسكر والإقامة. الهلال يتجاوز أحزانه ويأخذ نصيبه من الوحدة. والتعاون يقتل أفراح الاتحاد في الوقت الضائع. آسيا تسقط الأهلي في ملعب نجران. الاتفاق يصحح أخطاءه بالثلاثة أمام هجر. هذه هي العناوين ومنها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، المحلل في القنوات الرياضية السعودية المدرب الوطني القدير الكابتن حمود السلوى. مساء الخير أبو رشيد وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير أبو تركي، أحييك وأحيي الأخوة المشاهدين. أهلا بك، نرحب من جدة الكاتب الرياضي المعروف الزميل أحمد الشمراني. مساء الخير أبو محمد وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك عادل، تحياتي لك ولعمدتنا ابو رشيد والاخوه المشاهدين. اهلا بكما جميعا. نبدا الحديث الاول الذي سيكون عن الجمعيه العموميه التي تعقد غدا لاول مره في تاريخ الكره السعوديه، الجمعيه منتخبه بالكامل. هذه الجمعيه سوف تعقد غدا وحولها العديد بالتاكيد من الامال والتطلعات. تقرير يتحدث عن الجمعية العمومية. بين سندان الزمن الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم لأحداث التحول الإداري والانخراط بين الأسرة الدولية وأنظمتها الانتخابية، وبين مطرقة طموح البعض في إجراء تعديلات جذرية على النظام الأساسي الذي لم يجف حبر اعتماده من الفيفا، يلتئم اليوم شمل أسرة الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم بأعضائها 63 في اجتماع تاريخي سيقرر ما إذا كانت انتخابات مجلس الإدارة ستتم في موعدها وتسير سريعا نحو التحول، أم أن أصوات المطالبين بالتغيير ستفرض قوتها في إجراء التعديلات في الوقت واللحظة وتدفع برغبتها هذه اتحاد الكرة نحو مأزق تجميد نشاطه دوليا، أم أن الحلول الوسطية ستظهر في زحمة الآراء لتقرب بين وجهات النظر فترضي المطالبون بالتغيير بإجرائه في زمن منظور لا يتجاوز الشهور، وتسرع بخطى التحول والالتزام بالزمن المحدد لإجراء الانتخابات الذي يطالب به الخائفون من وقت التأجيل.
الجمعية العمومية تتعقد غدا مساء، سوف يكون على أجندتها ثلاثة مواضيع مهمة وهي أساسية. الأجندة تحتوي على أول الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واعتماده، ثم اعتماد لائحة الانتخابات لمجلس إدارة الاتحاد السعودي، وبعد ذلك اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة، وهي ذات اللجنة التي قامت بالإشراف على الانتخابات، ولكن يجب أن يتم اعتمادها بشكل رسمي لتأخذ الطابع الرسمي من قبل الجمعية العمومية حسب أنظمة الاتحاد الدولي. هذه الأبرز من هذا الاجتماع، وكم أكدت بعض المصادر المطلعة حسب المعلومات التي لدينا بأن تكتلا يسعى لرفض اعتماد النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، واصفا إياه بالنظام الهش والذي يحتاج إلى العديد من التعديلات كما قالت بعض المصادر. وهناك محاولات من الجانب الأخرى لاحتواء المواقف مواقف الأصوات المعارضة لجعل أو لتجنب تأخر الانتخابات، لأن ذلك يعني أن نعود إلى نظام أساسي جديد ثم اعتماده مرة أخرى من الاتحاد الدولي، وهذا سيأخذ وقتا طويلا وربما يدخل الكرة السعودية في أزمة مع الفيفا حسب المعلومات التي لدينا. وبالتالي هناك أصوات معارضة حسب معلوماتنا للنظام الأساسي وتطالب بتعديله، وهناك أصوات أخرى ستحتوي الموقف. ولكن التكتلات أو التكتل الذي نعلمه نحن ولدينا بعض المصادر من يؤكد بأنه يسعى لجمع أكبر الأصوات لرفض اعتماد النظام الأساسي. على الهاتف أرحب بأحد أعضاء الجمعية العمومية الدكتور خالد المرزوقي. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. الله يسلمك. شكرا على قبول الاتصال. بالتأكيد الكرة السعودية أمام يعني محطة مهمة غدا وخطوة ربما تكون تاريخية، هل فعلا على أجندتكم كما قلنا قبل قليل الموافقة على النظام الأساسي واعتماد لائحة الانتخابات واعتماد لجنة الانتخابات، هذا ما وصلكم في الأجندة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا يعني أمسي عليك وعلى الإخوان الموجودين معك في القناة. أهلا وسهلا. وأشكر القناة الرياضية الحقيقة على دائما وراء كل حدث. الحقيقة زي ما ذكرت هو غدا إن شاء الله حدث تاريخي للكرة السعودية ما في شك، ودي تعتبر أول جمعية عمومية يعني إن شاء الله معتمدة من الاتحاد الدولي. طبعا وزعت الأوراق النظام الأساسي للاتحاد السعودي وكذلك نظام لائحة الانتخابات ولجنة الانتخابات، ولكن طبعا ما في شك كل أعضاء الحقيقة 63 سواء الممثلين للأندية أو المختارين كلهم إن شاء الله على كفاءة عالية إنه يعني يضعوا تصورهم الكريم لرفع الكرة السعودية. طبعا هدفنا في الاجتماع أولا وأخيرا المجتمعين إحنا بعيدين كل البعد عن الميول وينصب جهدنا على رفعة سمعة الكرة السعودية. نعم. ما في شك إنه النظام الأساسي طبعا قرينا هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى فعل يعني قانونيين لدراستها أكثر وإعطاء قوة أكبر من الوضع الحالي. نعم. هناك يعني بعض النقاط اللي يتم مناقشتها. أما عملية يعني التكتلات وزي ما ذكرت إحنا إن شاء الله أنا يعني أتمنى إن نكون يعني هدفنا إحنا 63 ليس التكتل، إنما هدفنا رفعة سمعة الكرة السعودية. نعم. نطلع به يعني ما هو يعني أولا وأخيرا يعني يشرف يعني الكرة السعودية، نظام يشرف الكرة السعودية. نعم. طبعا إذا كان هناك هفوات ما في شك في كل نظام لازم تكون هناك في نقاط قوة ونقاط ضعف. طبعا إن شاء الله يعني بوجود القانونيين وبوجود أهل الخبرة في المسائل القانونية ومسائل اللائحة إنه يعني ندرس بهدوء من غير تكتلات، لأنه هدفنا إن شاء الله جميعا واحد، وإذا رأينا إنه في تحتاج بعض النقاط إلى تعديل أو الإضافة أو إلى يعني دي تعتمد طبعا على
الغالبية المطلقة في الجمعية. طيب. وهذه في أولا وأخيرا هي اجتهادات شخصية، سواء النظام السابق تم الاجتهاد فيه، هناك في بعض الثغرات يحتاج إلى أنك تعمل نظام جديد قوي جدا. طيب، يعني أفهم من كده يا دكتور أن هناك توجه لرفض النظام الأساسي، اعتماد هذا النظام الحالي والمحاولة تعديله، صحيح؟ والله ما أقدر أقول لك هو رفض أو يعني، لكن أقدر أقول هي عملية آراء ومناقشة. يعني إن شاء الله يعني هناك 63 عضو، ما نقدر يعني نقول إنه قد تكون كل الآراء متطابقة حول الرفض أو النظام، بس هناك آراء أصوات يعني تطالب ببعض التعديلات. طيب، وهذا أعتقد إذا كانت في إطار الممكن في خلال يعني مدة وجيزة بوجود قانونين، انا اعتقد انك ترفع لائحه قويه من البدايه افضل من انك يعني ترفع لائحه فيها ثغرات. طيب، ثم بعد ذلك يعني يترجع. طيب دكتور، في حال انه مثلا طلبتوا بعض التعديلات، وهذا بالتاكيد كما قلت انت في النهايه هو لمصلحه الكره السعوديه كما تعتقدون، نعم. لكن لم يصلكم مثلا بانه سواء من احد المسؤولين او لجنه الانتخابات بانه في حال فرض تعديل النظام الاساسي سوف يعني يؤخر العملية الانتخابية، وبالتالي ربما يترتب على ذلك يعني تحفظ من قبل الفيفا، استطيع ان اقول ان صحة العبارة؟ والله احنا يعني اتتنا مثل هذه المعلومة، نعم. لكن انا اعتقد هناك وقت، يعني اذا كان الفيفا اعطى الاتحاد السعودي وقت ل يعني تعديل او يعني او لرفع اللائحة النظام، وكان نعم. الوقت يعني مرة يعني يعني زي ما تقول يعني يتحكم فينا كما تعلم انت، في ان شاء الله بعد حوالي اسبوعين عندنا اجازات حج طويله وعندنا اجازات، لكن انا اعتقد لو كان الوقت اللي يحتاج تعديلات او يحتاج الى اضافات لا ياخذ اكثر من اسبوعين، انا اعتقد انه يفضل انه تعديلها قبل رفع الاتحاد الاسيوي، وربما يرفعه في الوقت المناسب. لكن انا اعتقد يعني عمليه الاستعجال في رفع لائحة أو نظام تحتاج نعم. إلى بعض التعديلات، أنا أعتقد فيه تسرع، لكن إن شاء الله طبعا هدفنا ليس ضرر الكرة السعودية. طيب. عشان لا عملية بالتأكيد. إذا كان هناك ضرر إنه من التأخير وعملية يعني هذا يعني نخش في متاهات أخرى، لا والله طبعا أنا وجهة نظري لازم نكون في وجهة نظر المعتدلة، نعم. إنه إحنا نحاول نعدل، لكن يعني اذا كان التعديل هذا يتطلب الى الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الدولي يعطينا انه نعتمد الموجوده ويعطينا فرصه، نعم. يعني 6 شهور للتعديلات البسيطه، فطبعا هذا يكون افضل من احنا نقعد يعني نتضرر بكل السعوديه ونرفض والى اخره. نعم، شكرا لك الدكتور على تواجدك معنا وتوضيحك، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق قادم في اجتماعكم. الدكتور خالد المرزوقي عضو الجمعيه العمومية الذي سيكون بالتأكيد أحد المجتمعين. أيضا نأخذ رأي آخر من أحد أعضاء الجمعية العمومية، وهو المنضم مؤخرا أحد مرشحين لجنة الأولمبية الدكتور عبد اللطيف بخاري. مساء الخير دكتور. مساء النور والسرور حبيبي، الله يطول عمرك. شكرا على قبول الاتصال، نرحب فيك في برنامج الملعب. ونسألك دكتور، وأنت أحد أعضاء الجمعية العمومية، هل تعتقد بأن الاجتماع الأول سيكون صعب على اعتبار أنه أول اجتماع وربما نحتاج لوقت حتى نستوعب المرحلة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أنا في البداية ما أتوقع أنه حيكون إن شاء الله الاجتماع صعب، لأنه بسببين رئيسيين. نعم. السبب الأول طول عمرك أنه الأخوان اللي يعني تم اختيارهم هم أكيد إن شاء الله يعني عندهم يعني على الأقل أرضية خلفية جيدة. نعم. في امور الاتحاد والامور يعني ما يتعلق بكره القدم بشكل عام. نعم. النقطه الثانيه انه الامانه العامه ارسلت من قبل فتره كل الوثائق التي سيكون حول الاجتماع، ولذلك اتوقع ان هناك كان في وقت جدا لكل الاخوان الفضلاء اعضاء الجمعيه العموميه. كم يا دكتور عفوا الوقت؟ نعم. كم الوقت عفوا؟ الوقت ارسلت قبل تقريبا 10 ايام من الاجتماع. الاجنده واللوائح اللي المطلوب اعتمادها؟ لا يعني هو ارسل جدول الاعمال. اها. وكل ما يخص من وثائق.
والوثائق الموجوده في جدول الاعمال ارسلت على الاقل وصلتني على ايميلي وصلني جدول الاعمال. جميل. شو هو؟ وصلت كل الوثائق اللي هو النظام الاساسي ونظام الترشح، يعني كل ما يتعلق بما يطرح في الجمعيه العموميه ان شاء الله ارسل. ممتاز. اتوقع انه الاخوان يعني قرأوها على الاقل استوعبوا النقطه دي. نعم. نعم. طيب دكتور أسألك عن رأيك أنت في الأصوات التي طالب بتعديل النظام الأساسي. أنا أعرف أنه بالتأكيد من حقكم أن تتحفظون على آرائكم تطرحونها بكرة، لكن نريد يعني أن نستبق الأحداث ونسأل عن رأي بشكل عام. في رأيين، يقول واحد بأنه نطالب بالتعديل، ورأي آخر مثل ما قال الدكتور إذا كان ضد مصلحة الكرة السعودية أو سيترتب عليه بعض العقوبات فبالتأكيد سنوافق. مع أي الرأيين يعني دكتور؟ أنا والله مع الرأيين الاثنين سامحني. يعني انا في انه اذا كان هناك في يعني تعديلات مقترحه من قبل الاخوه الفضلاء الاعضاء الجمعيه، اذا كان هناك في يعني مقترحات فاتوقع انه ممكن تشكل لجنه من الجمعيه العموميه، بس تاخذ وقت سريع جدا، بمعنى انه تاخذ يومين ثلاثة أربعة ايام حتى اقصى، وعلى الاقل تحاول يعني تشوف الامور الجوهريه اللي يحتاج لها النظام الى تعديل. نعم. بينما بعد ذلك طبعا النظام من حق الجمعيه العموميه هي السلطه العليا وهي السلطه المشرعه ان صح التعبير. نعم. لكن هذا لا يمنع انه الجمعيه العموميه بعد ذلك تتأنى في دراسه النظام الاساسي. انت تعرف ان قضيه الانظمه واللوائح والتشريعات يعني ما هي قضيه تجاريه، وهي قضيه تعتمد على يعني رغبات شخصيه او على ميول، بقدر ما هي مبنيه على يعني واقع ملموس وعلى قوانين وعلى يعني اشياء كثيره جدا نحن نحتاجها عندما نوضع النظام الاساسي. هذا طيب. النظام الاساسي هو المشرع لعمل الاتحاد. صحيح. لذلك نتوقع انه ممكن احنا ناخذ الطرفين، الطرف الاول انه لو كان هناك في تعديلات اساسيه ضروريه يعني بهدف تشكل لها لجنه، ولجنه هذه من تكون مختصه ايضا لعمل بشكل سريع جدا، لانه في نفس الوقت احنا عندنا ايضا التزامات طيب. في هذا الاتحاد الدولي، وتساعدنا احنا ما نبغى نطلع صوره المملكه العربيه السعوديه انه احنا والله شعب يعني لساعنا بنفكر ونتاخر او تقام علينا عقوبات بشكل او باخر. طيب. لذلك ممكن الجمع بين الاثنين، لكن هذا لا يمنع انه الجمعيه العموميه بعد ذلك تاخذ وقتها بعد مثلا في الاجتماع القادم بعد اجتماعين يعطوا الاعضاء وقت انه مثلا اعاده مره ثانيه تنقيح النظام وينقح بشكل يدرس بشكل متأني، وتطلع بعد ذلك يطلع النظام ان شاء الله بحول الله، بحيث انه احنا نستعين بخبراء، نستعين بمستشارين، ويعني جميل. يكون النظام بشكل افضل. طيب دكتور اخيرا اسالك اذا سمحت لي، اريد اجابه مباشره، هل هناك حاجه ملحه لتغييرات ضروريه في النظام، ولا نقول ان فيه يعني امور ربما فرعيه ونستطيع ان نتجاوزها للمرحله القادمه؟ بصراحه دكتور اريد اجابتك. انا اقول لك بصراحه انا لم ارى في النظام يعني اشياء يعني مخلة جدا في العمل. النظام في وضعه الحالي يعني نقدر نقول انه بمشي العمل بشكل مؤقت. اها طيب يعني لكن على المستوى البعيد تحتاج الى تغيير. اكيد مليون في المية يحتاج الى تغيير. انا اقول لك نعم على المستوى البعيد او على المستوى يعني اقصد انه احنا ممكن يعني النظام هذا ممكن يمشينا الفترة الأولى من 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 من, من الانتخابات، أكثر الفترة الأولى اللي هي مثلا يعني عامة تشكيل مجلس الإدارة وعامة من يبدأ، بعد ذلك لابد إنه احنا على الأقل بعد ستة شهور سنة كحد أقصى إنه لابد نكون نعيد النظام مرة ثانية، لأنه النظام بعد ذلك هو يصبح هو الطريق الباتر اللي احنا ناخذه عشان احنا نشتغل عليه بقية السنين كلها. نعم. شاكرين للدكتور تواجدك معنا، شكرا للدكتور عبد اللطيف بخاري عضو الجمعية العمومية وهو أحد مرشحي اللجنة الأولمبية. هذا يعني أبرز ما جاء في الجمعية العمومية، نؤكد بأنه في يعني عدد من الأصوات تسعى لرفض النظام الأساسي وتعديله، ولكنهم في المقابل يتخوفون من تأخير الوقت، وبالتالي سيترتب على ذلك عقوبات ربما على الاتحاد السعودي على اعتبار أن هناك مدة ملزمة. أحمد الشمراني مباشرة أتجه إليك، وش ممكن احنا نقول بكرة للأعضاء المجتمعين كرأي يعني أنه نتوقف ونكون دقيقين في النظام الأساسي، لأنه النظام اللي بيترتب عليه أشياء كثيرة حتى لو كانت أمور ثانوية يجب أن نهتم فيها، أو نقول لا والله يا جماعة الخير مشوا الأمور الحين وبعدين ممكن يعني نتوقف عند بعض التغييرات؟
عادل، حقيقة نحن نعيش مرحلة ربما تكون جديدة على الوسط الرياضي السعودي، اللي هي مرحلة الانتخابات. لا شك أننا عشنا طبعا البدايات اللي هي المرحلة التمهيدية للوصول إلى هذه الجمعية اللي تمثل هي حجر الزاوية في اعتماد كل شيء، ومن خلالها سينبثق أيضا آراء ومتطلبات كثيرة. من ضمن هذه الآراء طبعا اللي هي النظام الأساسي، طبعا لا شك أن النظام الأساسي حول الكثير من الملاحظات، حول الكثير أيضا من الاحتجاجات. وما قاله الدكتور طبعا عبد اللطيف، وما قاله قبل الدكتور خالد المرزوقي، ربما يكشف لنا أن هناك ما زالت وجود بعض المثالب اللي تحتاج إلى التصحيح. في اعتقادي بأن الجمعية العمومية هي اللي تسن مثل هذه الأمور، هي اللي يعدل، هي اللي يقر. فبالتالي أعتقد أن أمام مرحلة يفترض من خلالها أن يكون العمل عمل مؤسساتي واضح، يفترض من خلالها أيضا أن يكون التصحيح جذري، لا نكون مثلا نتعامل مع حالة ونرجع حالة، لأن هذه أول جمعية عمومية في تاريخ كرة القدم السعودية والرياضة السعودية بشكل عام. فمن خلالها لابد أن نضع الثوابت اللي نسير عليها طبعا على المدى الطويل. هذه الجمعية اللي تمحور نقاشها في ثلاث طبعا، هي الموافقة على النظام ولائحة الانتخابات واعتماد لجنة الانتخابات، هي حجر الزاوية في كل هذه الأمور. إذا فشل اجتماع الغد ولا أقر من خلاله بعض الأمور، ومن ضمنها تصحيح أيضا النظام الأساسي من ضمنه أيضا، فأعتقد أنه نحتاج إلى وقت طويل حتى نصل للصح. طيب الصح. يعني أبو محمد، لكن أسألك اللي أنا أراه حاليا أو مباشرة أبو أحمد، هل أنت مع أن نتوقف عند كل شيء في النظام الأساسي؟ يعني في أصوات تقول لا والله إحنا ما راح نوافق، يجب أن يتم تعديل كل شيء في النظام الأساسي لأنه النظام هش، أنا وصلتني هذا الوصف بالكلمة من بعض الأعضاء ويحتاج إلى تعديل. وفي أصوات ثانية أبو محمد تقول لا يا جماعة الخير، هي فرعية مثل ما قال الدكتور عبد اللطيف، خلونا نمشيها الحين عشان الوقت. أنا أبغى أعرف أنت مع أي رأيين، بس إحنا نقول لهم إيش؟ أنا مع رأي قرار الثوابت. تدرك أنه أي نظام فيه ثوابت وفيه أشياء متحولات بإمكانك أنك تعدلها، لكن اللي أنا معه هو أن الاعتماد لابد أن يكون اعتماد لائحة جديدة، لائحة أيضا على مستوى عالي توفي بالغرض المستقبل. أما مسألة أن ناقد هذه الجمعية وما زال هناك أيضا بعض الأخطاء، فأعتقد أن هذا على مستوى الأمد الطويل قد لا يخدمنا. طيب. اليوم نحن أمام مرحلة كما قلت مرحلة تاريخية، فيجب أن يكون مثلا نتعامل من خلال هذه المرحلة بما يخدمنا مستقبلا، وليس ما يخدم مرحلة ويسيء لمراحل، أو مثلا ربما لا يضيف لمراحل أخرى. أنت طيب. جمعية عمومية هي الموكول لها بإقرار مثل هذه الأمور. وضحت. أبو رشيد، أنت كان مفترض تكون يعني أو كان من المحتمل أن تكون أحد أعضاء الجمعية العمومية، أنت حضرت بكرة وسألوك يا أبو رشيد تصوت مع من، مع أن نوقف عند التفاصيل ونعدل كل الموجود في النظام الأساسي وما نبدأ، ولا نمشي الأمور الحين ونوافق للمصلحة عامة مثلها طبعا مثل ما قالوا، وش رأيك؟ أنا أشوف أبو تركي، أنا مع التكتل اللي فيه تعديل بكل صراحة، أنا مع التعديل، لأنه من الصعوبة بما كان أنه أنت تبعث بنظام أساسي فيه ثغرات، والثغرات حتى وضحت من خلال السباق الانتخابي اللي صار، إن كان على مستوى كل الفئات النوعية، حكام، مدربين، محترفين، هواة، بكل صراحة. طالما المسألة كما قال الدكتور المرجوقي أو الدكتور عبد اللطيف، إنه أنا أتصور في 10 أيام قادرين نعمل أشياء كبيرة، هي ممكن اجتماعين لإضافة بعض التعديلات. لكن ربما يسأل واحد إنه الاتحاد الدولي الفيف والله ما هو فاضي، كل مرة إحنا نعدل، لا، يجب إنه إحنا ما نقبل ونرفع اللائحة على علاته يعني كذا بكل أخطاء وبكل مثلا، لا أنا أفضل التأخير ممكن يترتب عليها، أنا عارف ربما التأخير يتسبب حتى في عقوبات وتجميد نشاط اتحاد كرة القدم السعودي، لكن حنا لا ننحاز إلى مسألة أنه والله يخوفنا أنه احتمال يعني تتجمد عضوية اتحاد كرة القدم أو نشاط اتحاد كرة القدم. المسألة كلها أيام قليلة جدا، والإضافات ليست بالدرجة الكبيرة اللي ممكن في ثغرات كبيرة. أنا كنت عضو في الآن، أنا كنت حاضر اجتماعين تشاوريين مع الدكتور قاروب، يعني كان في يعني ثغرات كبيرة وما كنا حاسين بها حتى شفنا على أرض الواقع من خلال السباق الانتخابي. يعني انتهت مرحلة أنه مشي، ما عاد في مشي. أنا أتصور أنت لما ترفع للفيفا نظام منقح جيد ما في ثغرات أضمن لك يعني. طيب عموما هذا الموضوع الأول، بانتظار بكرة اجتماع الجمعية إن شاء الله بنغطيه بشكل مفصل وحنوافيكم بكل التفاصيل اللي جاءت فيه، نتمنى يكون موفقا. يعني طبعا هو الاجتماع الاول. نذهب الى موضوع اخر، موضوع ملعب جده والتقسيم تقسيم الجماهير، وهي القضيه الاخيره، يعني ليست قضيه هو موضوع عشان ما نكبره. ما حدث بالتاكيد انه بناء على موافقه مبدئيه من الطرفين الاهلي والاتحاد
عقد اجتماع في مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في جدة، وذلك لوضع صيغة نهائية للاتفاق ومن ثم الرفع للاتحاد السعودي وبعد ذلك الرفع للاتحاد الآسيوي للموافقة والإقرار هذا الاتفاق. الاجتماع طبعا عقد الساعة 10 ربع أمس بمكتب رعاية الشباب بممثلين الاتحاد والأهلي، نائب رئيس نادي الاتحاد والمنسق الإداري أو الإعلامي أعتقد، الأهلي حضر منه أمين عام النادي وكذلك عضو مجلس الإدارة، وأيضا من شرطة جدة حضر أحد ممثليها ومدير الملعب جدة ونائب مدير مكتب رعاية الشباب. المهم أنه الاجتماع تم حسب مكالمة تمت مع الأطراف كلها للصيغة لإيجاد صيغة الاتفاق. طبعا تفاجأ الحضور بأن الاتحاد رفض النظام الجديد وتمسك بنظام الاتحاد الآسيوي على أن يكون الجمهور الأهلاوي له نسبة معينة في الذهاب، والاتحادي سيكون العكس أيضا في الإياب، وبذلك يتم تطبيق النظام الأساسي تقريبا يعني 9 و10% من أو 8% عفوا، بما يشكل يعني تقريبا 1200 مقعد تقريبا للمقاعد الفريق الضيف. في المقابل وحسب معلوماتنا الأهلي رد بمطالب بتطبيق النظام الآسيوي حتى على مستوى دفع تكاليف الإقامة والمعسكر، حسب طبعا المعلومات اللي عندنا في الإدارة في الاجتماع، لأنه يعتبر فريق مستضيف في فريق ضيف فريق مستضيف، ويجب أن يتكفل المستضيف بكافة تكاليف الإقامة والمعسكر للفريق الضيف. هذا أبرز ما دار اليوم في الاجتماع، وتمسك الاتحاديون بموقفهم بناء على طلب اللاعبين والجهاز الفني وكذلك مدرب الفريق. هم بعد مشاورتهم بهذا الموضوع رأوا بأن يتمسكوا بنظام الاتحاد الآسيوي. أذهب مباشرة إلى أحمد الشوراني في هذا الموضوع، يعني ماذا يمكن أن نقول؟ هل تتفق مع الجانب الاتحادي بالتمسك بالنظام؟ وهل نستطيع أن نقول أن مثلا من صالح الطرفين أن يبقى النظام كما هو، لأن هناك سيكون هناك مستفيد في الذهاب ومستفيد في الإياب؟ هي حقيقة ثقافة جديدة ولابد أن نتعامل من خلالها كما هي. لا شك أن المحاولات كانت طبعا محاولة التقسيم من البداية، حتى كان هناك جهات أمنية مع التقسيم، وهناك كان أيضا مدير مكتب رعاية الشباب هنا بالمنطقة الغربية الأستاذ أحمد الروزي قائد مثلا حملة مو التقسيم، الاتفاق بين الناديين للوصول إلى طريق أسلم، لكن طالما تمسك الاتحاد بحقه طبعا فهذا أمر معروف ومتعارف عليه، من حق الاتحاد أن يرفض ومن حقه أن يقول نعم، والحال بالنسبة للأهلي كذلك. لكن طالما الآن الاتحاد تمسك بهذا الموضوع فيجب أن نتعامل معه كموضوع عادي كما قلت أنت، وليس قضية، على اعتبار أنها ثقافة طبعا أمر موجود طبعا في كل الملاعب، في كل الملاعب الأهلي والاتحاد خاضوا على مستوى الذهاب والأيام مع كل الفرق طبعا، طالما وصل الأمر لفريقين طبعا محليين فربما الأمر مختلف تماما على اعتبار الجوار وعلى اعتبارنا مدينة واحدة، فكان ينظر لها من عدة زوايا، من زاوية أمنية، من زاوية أيضا الملعب، من زاوية المباراة نفسها. لكن طالما أن الاتحاد رأى أنه أو كما قال طبعا خطابهم للاعبين ومدربهم رأوا أنه من مصلحتهم أن يكون التمسك بهذا النظام اللي يعطيهم طبعا حقية اللعب في الدور الأول ب 92% وكذلك الأهلي في الدور الثاني، فهذا حق تكفل لهم اللائحة ومن حقهم عليه. أما مسألة الاستضافة أيضا ودفع التكاليف هذا أيضا من أمور اللي نعرفها تماما، عندما يحل ضيف على أي فريق مثلا عندنا هنا فهو يتكفل بالإقامة وبالاستقبال بكل شيء، وكذلك الحل زي ما يطلب الأهلي الآن بهذه الأمور في الاتحاد أيضا سيطلب بها في مباريات الرد في مباريات الرد في 15 نعم ذي الحجة. أتمنى طيب كإعلام أن نتعامل مع الموضوع أنه عادي جدا، وأنه موضوع يفترض من خلاله أن تطبق لوائح، يفترض من خلاله أن نتفهم مثلا وجهة نظر كل نادي. طيب أبو محمد، يعني في قراءة لمواقف الفريقين يبدو الأهلي هو الأكثر حرصا ورغبة في أن يكون في أن تكون هناك تقسيم أو يكون هناك تقسيم للجماهير. برأيك لماذا يعني هذه الرغبة في الأهلي؟ لأنه في النهاية سيلعب الإياب على أرضه وبنفس العدد من الجماهير، لماذا برأيك هذا الحرص؟ وش تقييمك أنت للموقف؟
أنا تقييم إنه كل نادي يعمل على مصالحه الآن. فالأهلي رأى إنه مباراة المباراتين طبعًا في الذهاب والإياب حتكون 50-50 في مصلحة الفريقين ومصلحة الأهلي أيضًا. لكن الاتحاد رأى أيضًا من مصلحته أن يرفض. لكن في المقابل يجب أن نعترف بأن مثل هذه الأمور أعتقد لفريقين كبيرين بحجم الأهلي والاتحاد لا أعتقد أنها ستضر لهذه الدرجة. لا شك إنها جديدة بالنسبة لنا وفي ملاعبنا أن نرى مثلًا مباراة تجمع الأهلي والاتحاد في الدور الأول أو في مباراة الذهاب بهذا الحجم الجماهيري لمصلحة فريق على حساب آخر. لكن هي ثقافة جديدة يجب أن ننطلق من خلالها طبعا لتطبيق اللوائح وتفعيل ما يخدم الرياضة. طيب. حقيقة اللي أنا شخصيا طبعا عندما طرحت رأيي فقلت أنا ضد التقسيم لاعتبارات كثيرة، من ضمن أن هذا الأمر يجب أن يكون مثلا سائد عندنا ونطبق على أرض الواقع ونتعامل معه كحالة آسيوية بعيدة عن مثلا مصلحة فريق أو مصلحة فريق. الاتحاد طبعا هو رأى من خلال طلب الأهلي أنه في مصلحة للأهلي فتمسك هو برأيه، لكن في المقابل أعتقد أن الفرص متكافئة سواء للأهلي والاتحاد، هنا مباراة وهنا مباراة، هنا ربما الاتحاد يخسر جمهوره وهناك أيضا الأهلي سيخسر جمهوره. صحيح. وبالتالي تظل عملية طبعا حسابات خارج الملعب، لكن داخل الملعب ربما يكون هناك حسابات أخرى يعني تفرضها واقع المباراتين. عموما احنا يعني كلنا نتمنى أن يكون الموضوع مثل ما قلت موضوع عادي في النهاية. الاتحاد سيكون حضور الجماهير الأكبر له في الذهاب والإياب الأهلي، ويعني هي مشكلة ربما مشكلة ملعب لأنه ملعب يعني 8% 1200، لكن لما يكون في ملعب يتسع عدد كبير بيكون 8% يعني رقم أكبر، وبالتالي ربما يكون التأثير كبير. ولو أنه يعني حسب معلوماتنا أمس وقلتها أنه في 150 ألف طلب على تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي، 150 ألف طلب حسب معلوماتنا طبعا من خلال بعض قواعد البيانات. وكان المفترض معنا يكون الأستاذ أحمد روزي لكن الشباب يقولون ما يرد. طيب إذا ما حرد حنطلع فاصل بس بأخذ رأي أبو رشيد. أنا أبو تركي بس أنا لي وجهة نظر أنه يمكن القبول بمثل النسبة هذه في حال أنه مثلا لعب مثلا تأهل الهلال مع نادي منطقة أخرى يمكن إلى حد ما، فربما يمكن الاتحاد الآسيوي ما عمل حساب أنه مثلا في ناديين في النهائيات حيصلون إلى المرحلة هذه من منطقة واحدة. لكن أنا بالتأكيد أقول أبو تركي أنه أنت ستحرم 92% مثلا من أو 8% من جماهير الاتحاد أو حتى جماهير الأهلي، فبالتأكيد هي مسألة الملعب. لكن حتى مسألة الوصول إلى حل توافقي 50% ربما يكون هذا يعني يتعارض مع أنظمة الاتحاد الآسي، لكن هل الاتحاد الآسي الحل سيقبل الحل الأفضل برأيك؟ كان الحل الأفضل 50% في حال قبول الاتحاد طيب الآسي. ما في ضرر من هذا على أحد الطرفين برأيك؟ مو حتى في التقسيم الأول حيضر الفريق اللي حيكون له النسبة الأقل، يعني هو حيحرم الجزء الأكبر من جماهيره وفق شروط ومعايير الاتحاد الآسي. طيب الاتحاديين أمس كان معنا الأستاذ عثمان مالي كان له رأي بأنه الاتحاد سيكون هو المظلوم فيما لو قبل التقسيم على اعتبار أنه سيلعب مباراة الذهاب على أرضه، ويقول بأن دائما مباريات الذهاب في الغالب هي تحدد مباراة الإياب، هي اللي تحدد في عرف الذهاب والإياب. أنت الآن مدرب تتوقع أنه دائما الذهاب هي اللي أهم من الإياب على اعتبار أنها هي اللي تحدد؟ نعم مثل نعم ما حصل مع الهلال والاتحاد. نعم صحيح، أنا مع كلام الزميل عثمان أبو بكر مالي لأن المباراة الأولى اللي فيها نسبة جماهيرك هي الأكثر أنت تقدر تحسم فيها البطولة يعني أيا كان الفريق يعني. طيب. فأنت عندك حسابات أخرى في الإياب يعني أنت خلص الذهاب وبالتالي حتى يكون استعدادك يمكن أنت تضع حتى مسألة أنه أنت الأهيأ للكسب والفوز يعني. يعني مو قاعدة، ممكن أنت تكون أنت لك النسبة الأكبر في الجمهور وتخسر يعني. مش قاعدة. أيوة ما هي قاعدة، لكن أنا مع الاتجاه على انه بكل صراحه. طيب. العمليه لو تم التوصل الى 50% 50% برايك ان هذا افضل؟ طيب على الهاتف رحب بمدير مكتب رعايه الشباب في جده الاستاذ احمد روزي. مساء الخير استاذ احمد. هلا حياك الله اخي وامسي على ضيوفك الاعزاء الكابتن حمار الثروه والاستاذ الشمراني. اولا شاكرين تواصلك الدائم مع الاعلام، وللامانه من اكثر المسؤولين في المكاتب الرئاسه تواصلا، شاكرين لك هذا التقدير للاعلام وبالتاكيد تستحق شكر. ثانيا اسالك استاذ احمد اليوم هل نستطيع ان نقول بان لو لم تكن هناك موافقه من الناديين لما حدث اجتماع اليوم صحيح؟ اي بالضبط، وكان في
أحمد الآن يعني في تواصل معي على أساس أنه في إذا كان في النادي الاتحاد عنده رغبة في التقسيم سعي المصلحة لمصلحة الناديين يعني في تقسيم المباراة. إذا سمحت الأستاذ أحمد بس ترفع صوتك شوي، إحنا رافعين على أعلى شيء بس يبدو أنك تعبان اليوم، تحملنا شوي وقرب من السماعة ورفع صوتك إذا سمحت. تفضل. كان في رغبة من الطرفين يعني كلموني من الناديين على أساس إنه يكون في تقسيم الأرضية في الملعب لسبب واحد، يعني إنه محدودية استيعاب استلام عبد الله قطر جدة 17,200 مقعد. فكان في توتر عدة اتصالات، فكانوا في البداية كان في تجاوب يعني من الناديين إنه في رغبة في التقسيم وتفضل المباراة زي ما هي حسب الدوري السعودي يعني العادي يعني. بس وعلى هذا الأساس يعني رغبة الناديين كان إنه يكون في جهة رسمية توثق الاتفاقية. جميل. وطلبوا مني إن أنا أكون يعني إن الاتفاقية يعني توقف في مكتب إدارة العام رعاية الشباب وأتوقع الاتفاقية وتوثق. وبعد كده نتفق مع الاتحاد الاهلي وفيما بعد يعني. جميل. اللي حدث انهم جو اتحاديين في الاجتماع وغير رايهم. والله هم غير رايهم، درسوا الموضوع، استشاروا لاعبين. انا ما احنا ما لنا دخل في الموضوع هذا، احنا علينا الاتفاقيه تمت بين الناديين وثقه سواء كانت بالايجاب او بالسلب، يعني سواء وافقوا او ما وافقوا احنا عملنا تنظيمي بحث يعني. طيب يعني بس انا اقصد في النهايه انه عشان نفهم انه الاتحاد هو اللي يعني تراجع عن رايه وطلب بانه يتم تطبيق نظام الاتحاد الاسيوي، هذا اللي ابغى افهمه يعني. ايوه في الاجتماع اليوم المحامي عادل جمجمه نائب الرئيس اتمسك بتطبيق النظام الاسيوي في المباراه هذه بس يعني انتهى الموضوع على هذا الحال. طيب هو اليوم كان يعني ما بلغكم قبل بتغيير القرار ولا هو وصل للمكتب على اساس انه موافق؟ والله احنا بالنسبه لنا ما نتدخل في هذه الامور. ممكن احنا هو طلب انه يكون في خطاب رسمي يتدارسوا في مجلس الاداره ويرد علينا في الموضوع هذا. لو بلغونا قبلها بيوم انه احنا نرغب في تطبيق الاتحاد الاسيوي وما كان عقل الاجتماع هذا من الاساس يعني. يعني ممكن يكون في نفس اليوم تغير القرار. والله هذا السؤال ممكن يوجه لإدارة نادي الاتحاد. طيب شاكرين لك استاذ احمد، عارفين انك تعبان اليوم شيء، سلامات ما تشوف شر ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا للاستاذ احمد روزي مدير مكتب رعايه الشباب في جده. ساذهب الى فاصل، بعده نعود لمتابعه الجزء الثاني ونفتح فيه ملف مباريات دوري زين. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب، ضيوفنا حمود السلوى وأحمد الشمراني. الآن نفتح ملف مباريات دوري زين، وقيمة اليوم 4 مباريات في الدوري. بالتأكيد كانت النتائج كما تتابعون: الوحدة يخسر من الهلال على أرضه وبين جماهيره، نجران يفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل، التعاون يلحق بالاتحاد بالتعادل في مباراة مثيرة 3-3، الاتفاق يفوز على هجر 3-1. نبدأ حسب جدول الترتيب بالهلال الذي استطاع أن ينسى شيئا من أحزانه وذهب إلى مكة وأخذ نصيبه كما أخذ غيره من الوحدة بهدفين مقابل هدف المباراة. الهلال وبعد خروجه المر من الأسوية يعود مجددا هذا المساء ليحل ضيفا على الوحدة ضمن دوري زين السعودي للمحترفين على أرضية ملعب الشرائع. الشوط الأول يبدأ بحماس وسيطرة هلالية واضحة ليتوجه بهدف أول عن طريق اللاعب أحمد الفريدي، وخطرة وتسجل الهدف الأول بيد عمر هنية حلوة من الفريدي باتجاه. ويستمر بعدها الضغط الهلالي حتى الدقيقة 20 لتشهد ضربة جزاء عن طريق اللاعب نواف العابد
بعد تمرير رائع عن المحترف ويسلي. تقدم لها ويسلي محرزا الهدف الثاني. ويسلي لوبيز يلعبها ويسجل الهدف الهلالي الثاني في المرمى الوحداوي في منتصف الشوط الاول. يتقدم الهلال في يبدأ الفريق الوحداوي بالتحرك نحو المرمى الهلالي، وكان له ما أراد عندما تحصل على ضربة جزاء بعد إعاقة عبد اللطيف القنام لمهاجم الوحدة سلمان المؤشر، ليعلن مهند عسيري إحرازه الهدف الأول للوحدة بعد أن نفذ الركلة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. بداية الشوط الثاني يشهد بداية قوية من أصحاب الأرض محاولين تعديل النتيجة واللحاق بالهلال في وقت مبكر من عمر المباراة. هجمة هنا وهجمة هناك، إضاعة أكثر من فرصة سانحة أمام المرمى الوحداوي، غير أن مهاجمي الأزرق لم يحسنوا التعامل مع هذه الهجمات. تشهد الدقائق من اللقاء محاولات من الفريقين وهدف وحداوي، غير أن الحكم لم يحتسبه بحجة أن اللاعب كان في موقف تسلل قد يشهد جدلا كبيرا في الوسط الرياضي، ليعلن بعد حكم اللقاء نهاية المواجهة بفوز الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لأصحاب الأرض. الهلال بهذه النتيجة يتجه إلى الصدارة بنفس رصيد الفتح من النقاط بعشرين نقطة. ردة الفعل بعد المباراة جاءت على النحو التالي. الحمد لله المباراة كانت طيبة، الجو جدا كان باي من كثر المويه ما شاء الله شربته بس بعد المباراة. لا هذا كله عرق والله، لكن شربته قارورة مويه. الجو جدا كان سيء اليوم، يعني هو حتى يمكن نوعية المباراة ما كانت من النوعية اللي مرتفعة، كانت يعني متوسطة الأداء. الحمد لله أهم شيء ثلاث نقاط، عندك فترة توقف تقدر تراجع أخطائك في هذه الفترة. أسأل الجمهور بيقول بارد ثلج، هذا إحنا نتقبل الشيء. أنت بارد؟ هم يقولوا مو أنا. أنت تشوف نفسك بارد؟ لا والله بالعكس. عصبي؟ عصبي صحيح عصبي، لكن الحمد لله الأمور السنتين هذه كانت طيبة، يعني ما في كروت ولا في إيقافات. كنت شايل همه يعني. ايوه الحمد لله. الحمد لله بدأنا نضغط على فريق الهلال وما كان فيه نصيب، يعني مدرب اجرى تغييرات وزي ما انت شايف يعني ما في توفيق. الحمد لله على كل حال. والله من جد هذا الشيء يعني بدايه الموسم انا محتاج مهاجم ثاني، يعني بس الحمد لله يعني هي كذا والله كذا، سواء كذا ولا كذا بسجل الحمد لله. والتوفيق من عند الله، يعني سواء نزل اسلام مؤيد يعني اي لاعب، بس هو برضه كمان يعني حلو، يعني لما تكون بمهاجمين حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. زي ما قلت يعني ثلاث نقاط احنا بحاجتها، يعني نرجع المسار الصحيح. زي ما انت شايف يعني اليوم نقدر نقول تصدرنا مؤقتا بفرق الاهداف، ومقبلين على يعني فتره توقف ممكن ان شاء الله نعالج بعض الاخطاء مع المدرب والجهاز الفني. وزي ما شفت يعني المباراه يعني ظهرنا في الشوط الاول ما ظهر يعني، وكان يعني كفيل ان نخرج باربعه وثلاثه، ولكن ممكن سوء يعني حظ صادفنا. الشوط الثاني زي ما تقول يعني لعبنا وشاطرنا الوحده في يعني فريق كبير، شاطرنا مجريات المباراه. انت عارف الرطوبه والاجواء يعني مره صعبه، لكن نحمد الله ونشكر على ثلاث نقاط. زي ما قلت المرتده يعني وهم متعودين على اجواءهم ذي، يعني الرطوبه صراحه انا اقول لك يعني تركيزك بيقل مع الرطوبه، لكن نحمد الله ونشكر احنا بحاجه ثلاث نقاط وحصلنا عليها، وقدامنا فتره توقف ان شاء الله نقدر نعالج الاخطاء ان شاء الله. اول شيء الحمد لله على كل حال، واشكر اخواني اللعيبه على المستوى اليوم. ممكن بدايه المباراه دخلوا متوترين، ممكن عامل الخبره فرق معانا شويه. زي ما انت شفت بدايه الشوط هم جابوا هدفين، وبعدين بدينا نلعب كوره وما توفقنا، ضيعنا قدام واللي ضيع ما حيفوز اكيد. والله توجيهات المدرب ما قصروا قسم بالله، انه يعني قري اللعب كويس، يعني حتى لما نزل محمد بشير مسكنا كوره، يعني قري المباراه صح، بس ما في توفيق هو هذا. ألف مبروك للهلال، حظنا أوفر للوحدة. أبو رشيد، هناك من قال بأن مثل هذه المباريات اللي تأتي بعد سواء إخفاقات أو انتصارات كبرى هي من أخطر المراحل اللي يمر فيها الفريق. من لقطات المباراة، احنا نعرف اليوم أربع مباريات صعبة نتابعها كلها، لكن نتكلم بشكل عام، من لقطات المباراة واضح أن الهلال فاز بصعوبة.
بالتأكيد يعني لما يكون الهلال هو المتصدر والوحدة هو مثلا في مركز متأخر تكون النتيجة 2-1 فبالتأكيد يعني لابد أنه أنت تسأل يعني الفريق اللي يطلع خسران من الهلال 2-1 وموقع في الأخير أتصور أنا ما شفت المباراة كنا على استديو مباراة أخرى أبو تركي لا لكن من خلال بعض اللقطات اللي شفناها بعد المباراة يعني اللي قدم نادي الوحدة أمام كل فرق دوري زين السعودي للمحترفين يمكن ربع أو ثلث حتى المستوى اللي قدمه في مباراة اليوم يعني حسب برضو الزملاء اللي تابع المباراة معنا إنه ممكن حتى يكون موقعه أفضل من الموقع اللي فيه أتحدث تحديدا عن نادي الوحدة يعني نادي الوحدة يقول إنه من الفرق اللي تلعب كويس وما تفوز نعم ممكن يعني تلعب تقدم نعم مستويات لكنها لا تحضر بنتائج وتأتي أيضا ترى في جانب آخر تأتي حتى في يعني في مصر أيا كان أي يعني أيا كانت الثلاث نقاط أنت جبت ثلاث نقاط حطيت نفسك في مركز متقدم لكن الفارق عادل انه احيانا لا تستطيع ان تقول والله الفريق الف الاول والثاني والثالث لانه يختلف حتى بعدد المباريات يعني تحصل نادي الهلال المتصدر المركز الاول بمباراه 9 مباريات يعني صحيح. في فرق لعبت 9 مباريات وثمان وسبع وست النادي الاهلي اليوم يعني بمباراه اليوم لعب 6 مباريات هنا الفرق طيب اسالك ابو محمد مره اخرى الهلال هو اليوم نستطيع ان نقول ان تجاوز مرحله صعبه جدا من مراحل على اعتبار انه يمر بظروف صعبه بعد الخروج الاسيوي وربما الثلاث نقاط اليوم تكون من اهم النقاط التي يحصل عليها الهلال بس تعليق بسيط قبل هذا على ما قاله الاستاذ احمد الروزي اولا نشكره وتفاعله مع الاعلام انه دائما ما هو متواصل يقول رايه لكن اليوم كنت اتمنى منه ان يقول الحقيقه كما هي الاستاذ احمد انتزع موافقه هاتفيه من رئيس الاتحاد كما انتزعها من رئيس الأهلي وعلى هذا الأساس تم الاجتماع اليوم وعندما حضر طبعا الاجتماع رفض للممثل الاتحاد اللي هو الجمجوم فكان يفترض من البداية أصلا أنه يرفضوا ولا نصل لهذا الاجتماع من خلاله ربما يعني نخلق قضية بلا شيء كذا لا بس هو ما كان أيوه صادق بس كان في فهمه ما كان يفترض أنه يسمي الأشياء بأسمائها ويؤكد أنه أخذ موافقة من الفائز مبدئية كما أخذها من رئيس الأهلي وكان هو ما ذكر الاسم على ضوء هذه الموافقة لكن في النهاية هو قال أنه أنا أخذت نعم. قال أنه كان في موافقة من الاتحاد يعني ما أعتقد أنه تسمية الاسم لهالدرجة لا كانت موافقة لا مو للدرجة بس كان يفترض أيضا على الجانب الاتحادي من البداية يرفضوا هذا ده ولا يجتمع يعني تحول إلى مادة إعلامية من لا شيء يعني من بدايتها الرفض كان ما كان تم الاجتماع هذا لكن طيب. موافقة مبدئية ومن ثم اجتماع الرفض تتحول إلى قضية من لا شيء طيب. أرجع للمباراة اليوم بين الوحدة والهلال أنت لا شك أنه جرح الهلال كبير ولا يمكن أنه من خلاله أنه يعالج كثير من جراحه إلا بتحقيق بطولة الدوري لكن على اعتبار أن الخسارة كانت كبيرة والفقيد أيضا كان كبير اللي هو البطولة الآسيوية على اعتبار الهلال لو مضى في هذا الدرب كان استضاف النهاية على الأقل على أرضه نعم. لكن مباراة اليوم كما هو دائما فريق الوحدة قدم أمام الأهلي مباراة جيدة وخسر قدم أمام الاتحاد مباراة أكثر من جيدة وخسر قدم اليوم أيضا مباراة ممتازة أمام الهلال وخسر الفريق يعاني من فقدان ثقة بمعنى أنه كثر الهزائم هي من يضع الفريق تحت هذا الضغط وبالتالي يدفع ثمنها خسائر متتالية ولا أعفي أيضا إدارة الوحدة من الخطأ اللي تحدثنا عنه طويلا خطأ بداية الموسم اللي من خلاله كان يفترض أن تستعين ببعض اللاعبين الأجانب الجيدين استعانت فقط بلاعبين ما هم على قدر المسؤولية وضحت أيضا بلاعبين كان يفترض أن يشكلوا رافد طيب. للفريق الهلال لا شك أن صدارة اليوم ربما هي أيضا ترجمة واقعية لطموح قادم بالنسبة للهلال أنه يبحث عن التعويض من خلال الدوري لكن معالجة الجرح تحتاج إلى وقت على ما أعتقد المباراة الأخرى اليوم التي قيمت أيضا حسب الترتيب نمشي إن الاتحاد الفريق الذي كان منتشيا بفوزه أو بتأهله الأخير إلى دوري أبطال آسيا لدور الأربعة مع الأربعة الكبار في آسيا الاتحاديون كان يأملون بأن الانتصارات تتوالى والأفراح تستمر ولكن التعاون رفض ذلك بكل اقتدار على ملعب التعاون يتقدم الاتحاد هدفين يرجع يعادل التعاون يتقدم الاتحاد وفي الدقيقة القاتلة يعود مرة أخرى التعاون تقرير يتحدث عن المباراة نتحدث بأن التعاون أحواله ما تسرش على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة لقاء جماعة التعاون والاتحاد هو لقاء الاختبار والامتحان الصعب للمستضيف حين يواجه العميد المنتشي بحصوله على بطاقة التأهل الأسوية
العميد فاجأ الخصم مبكرا بهدف في الدقيقة الرابعة بواسطة البرازيلي سوزا. بالبرازيلية توتو بيلبي سوزا ليلخبط أوراق جوكيكا المدير الفني للتعاون ويعيد حساباته. سكري القصيم لم يشعر باليأس بعد تأخره بهدف، بل حاول تعديل النتيجة، لكن العميد في الوقت ذاته لم يطمئن لتقدمه بهدف وسعى للبحث عن هدف آخر ليعزز من تقدمه. وقبيل انتهاء الشوط الأول استطاع الفهد فهد المولد إحراز الهدف الثاني للاتحاد من خطأ مشترك بين مدافع التعاون وحارس مرمى فهد الثنيان. الحصة الثانية وبقانون كما تدين تدان، فأجأ التعاون هو الآخر الاتحاد بهدف مبكر أول ليقلص النتيجة عن طريق اللاعب الحاج بوغاش. وقبل التقاط العميد أنفاسه أعاد مجددا التعاون ليحرز هدف التعديل بواسطة الغيني تينارنو. ولكن روح الاتحاد نور أصر على تسجيل بصمته بهدف ثالث. محاولة التعاون الجادة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، لو تثمر عن هدف التعادل وبذلك يصبح العميد بخمسة عشر نقطة والتعاون بخمس نقاط. بالتأكيد نقول ألف مبروك لمين ما نقدر نقول، لكن في النهاية طالما اللي لحق بالتعادل هو التعاون ممكن نقول هي نقاط يعني قريبة من الفوز لأنه هو الذي عاد بالتعادل. مباراة كانت جميلة جدا أبو رشيد، مختلفة، الهجمات الأخيرة كاد التعاون أيضا سجل أهداف أخرى. لا بصراحة يمكن أنا اللي يلفت الانتباه وهذه هي روح يعني يسكر القصيم التعاون، يعني هو كانوا متأخرين، هذه يعني تعطي يعني تعكس روح التحدي والانتصار والرغبة القوية في أنه يعني وصل المباراة إلى 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 مرحلة إيجابية. بالتأكيد يعني اليوم هو يعني صحيح نقاط تعادل لكن بطعم الفوز على الأقل يعني حسنت إلى حد ما من موقع نادي التعاون حتى وإن كان بسبع مباريات بخمس نقاط، لكن نادي التعاون اليوم مع شقيقه نادي الاتحاد قدم مباراة قوية جدا يمكن على قدر اللمحات اللي إحنا شفنا بعد نهاية المباراة. طيب خلينا نشوف الآن ردة الفعل. نبدأ أولا بالجانب الاتحادي، لقاء طويلة حنقسمها قسمين، حنبدأ بالأول بالاتحاد وحديث لمحمد نور كان بالتأكيد مختلفا. على ما استحق أول شيء أنا أقول لك على المستحقات أنا لي فترة طويلة وشهور ولا تكلمت ولا عاتبت بلعب مباريات ولا في أي حاجة، ممكن الناس أو بعض الإعلاميين الأخوان يجتهدون من عندهم إنه يتكلموا على لسان مبروك زايد، وزي ما تعرف أنا لي فترة طويلة لا طلعت لا في جريدة ولا يعني في أي صحيفة اللي بصرح لها على مستحقاتي ولا أي حاجة، النادي عارف مارين بالظروف وعارف الظروف هذه وأنا بتمرن وبلعب مباريات، هذا أول حاجة. وعلى أمس إني ما حضرت مع الفريق، يعني ممكن أنا قريت في جريدة مكتوب إنه مبروك زايد نايم ما حضر. أنا بقول لكم شيء، يعني الواحد لما بيتكلم على لاعب ولا أي حاجة حسيت يعني كأن في شيء شخصي بينه وبين بعض اللي بيتكلموا بالشيء هذا، وأنا لا أحب أرد عليهم ولا شيء، أنا اللي برد عليهم أقول لهم أنا ما جيت إلا عندي ظرف الطارئ اللي هو ولدي تعبان، وأنا ولدي تعبان لفترة طويلة وأنا بلعب، وأظن النادي والإدارة كلهم عارفين عندي ولدي كان يعني تعبان وعنده القلب في الصمامين يعني من فترة بيتعب عليه وزي كذا، وهذه هي الظرف حقي يعني. إذا بس أنا بقول اللي كتب يعني أهم شيء يكون صادق على القلم اللي بيكتب فيه بس. بالنسبة لي صراحة حكم المباراة كان يعني كان متحامل علينا كثير داخل الملعب، يعني النتيجة كانت 2-2، كنا نتكلم مع الحكم نقول له اللاعب يتعالج برا، يقول لازم اللاعب ياخذ وقته في علاجه ولازم تسأل اللاعب انه هل حيكمل ولا نطلب له نقالة، يعني انا اول مرة اسمع النظام هذا ولا ممكن انا ما ادري عنه. ان شاء الله المتعارف يعني بيننا احنا كلاعبين انه حارس المرمى فقط اللي يدخل له العلاج داخل الملعب، وكل ما نتكلم معاه يقول الوقت انا اللي احسب الوقت
ويوم سجلنا الهدف الثالث صار الحكم يطالبنا انه نحن نلعب بسرعه. يعني انا استغربت من رده الفعل هذه، كنا متعادلين 2-2 وكان هادي وكان يضحك. يوم ما سجلنا الهدف الثالث صار يطالبنا انه نحن نلعب بسرعه ويطالبني اني ارجع بسرعه عشان نلعب عشان نكمل نلعب عشان نكمل الوقت. وانا استغرب، وطبيعي انه نحن في الاسويه بنكون يعني كويسين وبنادي مباريات كويس عشان ما يكون علينا ضغوط يعني من التحكيم. طبيعي انه الحكم يكون اسوي غير، لكن الحكم السعودي دائما زي كذا، ما ادري ايش التحامل هذا للاتحاد بالذات. يعني حتى كلام ما يتقبل الكلام، يعني سعود جاي يتكلم ما يقول لا تكلمني، دوبه كلمني الكابتن. جميل. كابتن انا طبيعي بيتكلم معه عادي يعني. أنا نذهب إلى الجهة الأخرى، التعاون، حديث أيضا من ضمن الحديث لرئيس التعاون، ويبدو أنه أيضا يتحدث ويهدد بالاستقالة حسب ما ذكر للزملاء. اللي تكلم فيه، أنا والله ما اطلعت على المقال، ولكن هي موجودة اليوم في صحيفة تكلم فيه الكابتن عبد الله عريفي. والله هذا يمثل، اذا كان فعلا قال الاستاذ عبد الله رايهم الشخصي هذا ولا يمثل وجهه نظر الاداره، حتى لو كان في وجهه نظر على البوغش او غير بوغش ما يجب ان نخرج في الصحافه، هذا امر داخلي ويجب ان يظل داخليا. ولكن هذه اذا كان تكلم فيه الاستاذ عبد الله، انا اعتبر وجهه نظري انه ما يجب ان يكون هالكلام. سؤالي الاخير، واعتذر للزملاء حتى على الاطاله، سؤالي الاخير ما يتعلق برابطه المحترفين، رئيس نادي الرائد خرج جاركم وطالب، الاخبار لدينا ان هناك تحركات حتى من رابطه المحترفين، يبدو لديكم وجهه نظر ايضا؟ والله فعلا احنا نشوف ان مستحقات الانديه تتاخر كثيرا، اللي ما الانديه خاصه اللي ما لديها رعايه، احنا من بدايه الموسم ما استلمنا الا مليون ريال تقريبا، مليون ونص، انت تتكلم عن 700 و800 الف في الشهر مصاريف، انت عندك اربع فرق في الممتاز، معسكرات وغيره، انا ما قصروا عندي اعضاء شرف، دفعوا حتى الان قرابه 7 مليون، الى امتى يدفعون؟ حيجي وقت ويقولوا توقف، هل انا ابغى اجي وقت واقول توقف المشاركات برضه؟ يعني ما قادر اصرف، انا اتكلم عن اسبوعيا 200 الف ريال، 150 الف ريال، 250، اذا تاخرت اكثر من كذا حيسبب لنا ازمه، حيسبب مو لوحدنا احنا، جميع الانديه اللي ما لها رعايه. احنا احيانا سابقا عندنا مديونيه، فما بالك الان انه تستقيل كما سيستقيل فهد مطوع؟ اذا كان هذا في مصلحه التعاون تستقيل. نقول لاول شيء هارد لك لفريقنا مش لفريق الاتحاد، لان احنا لعبنا مباراه كبيره زي ما انتم شايفين، كنا نستحق الفوز بس الحمد لله على كل شيء. ثانيا احنا تعبنا في التسعة ايام هاي، وكانت الروح والعزيمه عند الفريق، جايين الحمد لله جايين ننتصر لانه بارضنا وبين جمهورنا، والحمد لله على كل شيء. كابتن، الايجابيات دائما تغطي السلبيات، ولكن يجب ان تتقبل وجهه النظر التي حملتك الهدف الثاني. الم يعني ما كلمك فهد ثنيان، ما قال لك سيب الكوره؟ والله انا كنت رايح مندفع على الكره، انا ما سمعتش، انا رايح اطلع الكره بس وجد جول، يعني الحمد لله حمل هدف. والله ما بعرف بس الحمد لله على كل شيء. أذهب مباشرة إلى أحمد الشمراني في جدة. هل نستطيع أن نقول أن آسيا أثرت على الفرق اللي مشاركة؟ بنتكلم بعد شوي على الأهلي، لكن على الاتحاد، حسب اللي شفناه في المباراة أنه حتى الدقيقة الأخيرة كان التعاون قريب من أن يحصل على نقاط المباراة، بالرغم أنه كان متقدم الاتحاد بهدفين في بداية المباراة. هي حقيقة بحسابات الفرص الضائعة، بحسابات أيضا الفريقين ومواقعهم، أعتقد أن الاتحاد نجا اليوم من هزيمة. لكن في المقابل بدي أن أتحدث عن تصريح مبروك زايد. مبروك زايد حقيقة قال كلام جميل، يعني على مستوى عقده مع نادي الاتحاد وما راج في الصحف حول أنه الرجل ما استلم حقوقه ويحاول أنه يتمرد بغياباته عن الفريق أحيانا، وعدم التحاقه أحيانا أخرى بمعسكر الفريق او البعثه المغادره لاي منطقه اخرى، وحدثت كثير في الاعلام. لكن الرجل الان وضع النقاط على الحروف واكد انه يعاني طبعا مع ابنه، واحنا من هذا المنبر ندعو له ان شاء الله بالشفاء العاجل. نتمنى ايضا من زملائنا الاعلاميين ان يتحروا الدقه في نشر بعض الامور، ولا سيما عندما تكون مرتبطه بمثل هذه الحالات. اضف الى ذلك كنت اتمنى ايضا من المركز الاعلامي النادي الاتحاد في مثل هذه الحاله بالذات ان يبين الصوره، لا سيما انه هناك كان تشويه مطلق للاعب في فتره من فترات على الامور، رغم انه انا اعتقد اذا لاحق هو 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 وصاحب حق من حقه انه يطالب بحقوقه حال اي لاعب محترف. نعم. ايضا بدي زي ايضا اتحدث عن تصريح محمد نور من اللاعبين الكبار. محمد نور هو مركز الثقل الان
فريق الاتحاد سواء على مستوى الروح على مستوى أيضا غياب العمل الإداري، يقصد كمدير فريق محمد نور بيؤدي كل الأدوار مع فريقه، لكن ما كنت أتمنى أني أسمع منه مثل هذا التصريح حيال طبعا الحكم السعودي. صحيح أنه ربما يكون هناك أخطاء وربما هناك أيضا لهجة قاسية، لكن في المقابل احنا اعتدنا من محمد نور أنه يترك لهذه الأمور لاستديوهات التحليل ويتحدث عما يعني فريقه. هذه وجهة نظري، ولا ألغي مثلا مسألة إذا كان مثلا هناك أخطاء أن يتحدثوا عن أخطائهم، لكن ليس بهذه دي. ما أعتقد أنه حكم مباراة اليوم أو أي حكم بيظهر لتعمد هزيمة الاتحاد أو الإضرار بالاتحاد أو بأي فريق آخر. الأخطاء التحكيم موجودة، حدثت في مباراة الشباب طبعا والنصر، ضربة جزاء غير صحيحة وحالة طرد، حال كثير من 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 من, من المباريات اللي تحدث، لكن يفترض أن نتعامل معها كحالة. محمد نور حقيقة بقدر ما أعتب عليه بقدر ما أحترم وأقدر عطائه اللي بيقدمه مع فريقه كلاعب. نعم. أثبت بأنه إنه 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 من اللاعبين اللي النادرين طبعا في المملكة العربية السعودية، وأثبت أيضا بأنه عامل الروح كلها اللي يزرعها داخل الفريق هو محمد نور. فأتمنى أن يحافظ على هذا الموضوع بعيدا عن ما يحدث من الحكام أو غير الحكام. طيب. أما مسألة التصريحات اللي حقيقة التعاون عادل اليوم، لكن تصريحات مثلا الأمور هذه اللي بتحدث بينهم بين الرابطة والأمور، أنا أعتقد أنها ارتفعت أصوات كثير من الأندية، وأتمنى أنها لا تشكل مثلا ربما ذرائع لكثير من الأندية. من حقهم يطالبوا بحقوقهم، لكن أيضا من حقهم على الرابطة أنها تبحث الحل بطرق عدم تفخيخها في وسائل الإعلام، وعدم مثلا اللعب عليها، وعدم أيضا الضغط. سمعت تصريح يوم أو للأستاذ حافظ المدلج وهو عضو في الرابطة، قال أنا أذهب مع الأندية وأضغط على وزارة الإعلام السعودية وأضغط على الناقل الرسمي للبحث عن حقوقهم. نحن ما نقول لا، لكن خطاب التحريض يعتقد أنه 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 أنه, إنه بيقال ربما لأسباب كلنا نعرفها ولا نريد نتحدث من خلالها. لكن أيضا كان في تصريح الأستاذ عادل عصام الدين في في في, في جريدة الوطن السعودية أمس السبت، كان نعم. بيؤكد من خلاله أنه الأمور ستتم صرفها في الأيام القادمة خلال أنت أبو محمد ستجدها الأندية في حسابها. اليوم أعلننا إحنا أمس أعلننا لا ما زالوا يتحدثوا للأسف. لا الأمس أعلننا في البرنامج اليوم أنه ياسر قال بأنه إحنا قلنا يوم أو يومين بالكثير وطلعت أقل من 24 ساعة، والنويسر اليوم قالها في تويتر انها ستصرف غدا، يعني وصلتهم، وبالتالي ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. لكن احنا نبغى نتكلم شوي. خلاص اذا تفضل محمد. هذا هو المطلوب. القضيه ما هي قضيه انحياز لطرف، تعرف انه بعض الامور ايضا تحتاج الى وقت. يوم من الايام كان راعي رسمي اخر وكان تتاخر لمده اطول، ما كنا نسمع مثل هذه التصريحات او هذا مثلا الضغط لا من الرابطه ولا من غيرها. كان هناك مثلا شبه هدنه بينهم، لكن الان تغير الخطاب. فلا يعني هذا هو عدم المطالبه بحقوقهم. انا معهم انه تدفع القناه وتدفع وزاره الاعلام، فهذا حق من حقوقهم، لكن اقصد ان النغمه تغيرت والخطاب تغير، وكاني اقرا امور اخرى ما لها علاقه بمطالبه حقوق بقدر ما هي تصفيه حسابات. طيب أبو رشيد، نعطي التعاون حقه ونقول أنه اليوم عاد أمام فريق كبير مثل الاتحاد، جايك فريق هو من الأربع الكبار في آسيا. شوف أبو تركي، يعني غالبا أنا ما أحدد أسماء، لكن غالبا لما يكون مثلا يلعب الفريق مثلا المتصدر مع الفريق اللي في مركز متأخر ويكسب الفريق المتأخر الفريق المتصدر، ليش حنا نتحدث دائما عن الفريق الخاسر بحكم موقع في ترتيب؟ ليش ما نتكلم الآن إنه نادي التعاون اللي مقدم مباراة كبيرة جدا وكسب حتى نقطة بطعم الثلاث نقاط، يعني بكل صراحة إحنا يمكن أي يجب إنه إحنا ما نبحث عن مبررات لأي فريق خاسر إنه عنده استحقاق خارجي إنه عنده مشاركة، لا، هالفريق الآخر اللي كسب بالتعادل بالتأكيد. أنا أتحدث تحديدا عن نادي التعاون، يعني نادي التعاون قدم مباراة كبيرة جدا حتى وإن كانت نقطة واحدة، لكن لا يلغي، لا نوجد مبرر لنادي الاتحاد إنه مثلا ليش ما كسب المباراة سوى الاتحاد أو حتى غيره. طيب سأذهب الآن إلى فاصل، بعده نعود لمتابعة ما تبقى من مباريات الأهلي نجران والأهلي والاتفاق وهجر بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من الملعب، حمود السلوى أحمد الشمراني ضيوفنا في هذه الحلقة. النجران اليوم يقدم أيضا أحد المباريات المميزة في الدوري،
بعد المباراة اليوم النجران في المركز الخامس، تخيلوا أنه يأتي بعد الهلال والفتح والشباب والاتحاد، فريق يقدم حضورا جيدا ويكسب أحد الأربع الكبار في آسيا أيضا وهو الأهلي بهدفين دون مقابل. تقرير يتحدث عن المباراة. استضاف فريق نجران نظيره الأهلي في ختام الجولة التاسعة من دوري الزين. الأهلي دخل اللقاء منتشيا بفوزه الأسوي وبدأ مسيطرا على المباراة، وبعد مرور خمس دقائق اخترق جهاد الحسين دفاعات الأهلي وسدد تجاه المرمى ليحولها المعيوف لركلة ركنية. بعدها توالت الهجمات الأهلوية في ظل تحفظ وتراجع نجران ومحاولاته بالهجمات المرتدة، حيث أسفرت إحداها عن هدف نجراني سجله حسن الراهب لاعب الأهلي السابق. الأهداف في الشوط الأول طبعا وصلت 66 هدف. هذه الكرة من عبد الفليمي ملعوب الأهلي النجرانية. ثالث فرصة جول 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 جول. ثابتة يا جهاد الحسين. ثابتة النجران. ثابتة النجران. وبعدها بسبع دقائق يعود الراهب ليعد كرة لواء العيان المواجه للمرمى ليضيف الثاني لنجران، وينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم نجران بهدفين. وعلى نغمات الجمهور النجراني انطلق الشوط الثاني، وجاءت أولى أوراق جارولين بإشراك الجزاوي لدعم الهجمات الإهلاوية. بدر الخميس ثاني الأوراق الإهلاوية يدخل بديلا لباخشوين، وما زال الوصول لمرمى نجران عسير. وفي خضم الضغط الأهلاوي يسدد حمد الربيع في الدقيقة 74 كرة ترتطم في قائم مرمى الأهلي، وبعدها استمرت المباراة اندفاع إهلاوي وهجوم مرتد خطير من نجران، ليعلن بعدها الحكم نهاية اللقاء بهدفين لنجران وفوز ثمين وأول خسارة للأهلي. ألف مبروك لنجران، حظا أوفر للأهلي. الأهلي يخسر أول مباراة له في الدوري على يد الفريق العنيد في الدوري فريق نجران. أحمد الشمراني، هل دفع اليوم أو قبل أن أخذ رأيك خليني أتابع ردة الفعل بالمرة عشان نعلق على كل شيء في تعليق واحد، وتابع أحاديث اللاعبين بعد نهاية المباراة. هذا حال الكورة، أعتقد فريق نجران لعب يعني بشكل جيد من بداية الشوط الأول. كنا احنا مسيطرين في بداية الشوط الأول، لكن كانت يعني مرتدات منظمة من فريق نجران، استغل كورتين يعني ورا بعض فأثرت فيني يعني على مستوى المباراة، فصار تسرع بعد الهدفين، فقدنا كثير من تركيزنا، لكن الحمد لله على كل حال هذا حال الكرة، إن شاء الله بإذن الله يكون درس في المستقبل. أفضل أنها جات الحين ولا تجي بعدين، طبعا ما لعبنا أبدا، ما قدمنا اليوم أي شيء، بس هذه ظروف المباراة اليوم مشت علينا كذا، الله ما وفقنا، بس إن شاء الله بإذن الله المباريات القادمة إن شاء الله راح نحاول نصلح أخطائنا، ولازم وهذه درس بالنسبة لنا إحنا كلاعيبة يعني. رغم التأخر بهدفين إلا أن المدرب يسحب مهاجم ويدخل لاعب وسط في الأخير، أيضا يسحب عماد الحوسني، إيش المشكلة اللي صايرة؟ لا أنا تغيير اضطراري، حسيت بألم في الضامة في العضلة الضامة، فعشان كذي طلعت يعني. صالح اليوم غير لعب ثانية، طبقنا زي ما قلت تكتيك المدرب المطلوب، والحمد لله رب العالمين، ونهدي هذا الفوز لجمهورنا ولأعضاء الشرف لرئيس النادي ولكل اللاعبين. الحمد لله رب العالمين، أول حاجة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ودعاء الوالدين ودعم الجماهير، الحمد لله رب العالمين. دموع الفرح صراحة يعني لو تلعب مع ضد فريق السابق طبعا وتقدم المستوى هذا، وفريق الأهلي ربع نهائي كأس آسيا وتقدم المستوى الطيب هذا، الحمد لله رب العالمين. أحب أهدي هالفوز صراحة كل من وقف بجانب نجران وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، ولجميع أعضاء الشرف ولجماهير النادي ومحبي النادي. بالعكس اللاعبين كلهم قدموا مباراة ممتازة وما قصروا، والأكيد أن الفريق من أحسن إلى أحسن بإذن الله. أشكر الكابتن حسن راهب، كان من نجوم اللقاء صراحة،
ويستاهل، يمكن ما توفق في تسجيل الهدف ولكن هو عمل كل شيء وكان نجم من نجوم المباراة ويشكر صراحة. استاذ هذيل، في مكافآت في شيء بعد هالمباراة؟ فيه ان شاء الله، ويستاهلون الفريق ويستاهلون اكثر من مكافآت، واحب اشكر صراحة اللاعبين كلهم. إلى أحمد الشمراني مباشرة. أبو محمد، الأهلي اليوم هل نستطيع أن نقول أنه دفع ثمن التأهل الآسيوي أو أن ليس هناك علاقة بين هذه وتلك؟ لا، العلاقة موجودة وكان يفترض أن تكون علاقة إيجابية، لكن يبدو أنها كانت علاقة سلبية. الأهلي طبعا وصل لهذه المباراة طبعا وهو وسط ظروف ربما تكون جيدة واستثني من خلال الغير جيدة وغياب فيكتور، لكن ما أعتقد أن اللاعب واحد مؤثر لهذه الدرجة على فريق بحجم الأهلي للخارج من بطولة من مباراة سبهان بمستوى جيد وبرباعية كبيرة وبتأهل إلى جانب الاتحاد. لكن يبدو أنه ربما التفكير الآسيوي انعكس بالسلب على الأهلي والاتحاد أيضا، فما حدث ربما في القصيمة أقل ضررا ما حدث في نجران، لكن تظل المعادلة واحدة. الأهلي اليوم مع احترامي وتقديري لما قدموه طبعا في جزء من الشوط الثاني، لان الفريق كان مهيئ انه يستقبل ربما اربع اهداف لم تكن اكثر. اليوم حسن الراهب حقيقه ادى مباراه كبيره، مباراه طبعا تؤكد بان هذا اللاعب لو استمر في الاهلي قد لا يكون مثلا له ذات الحضور، على اعتبار انه عانى من دكه الاحتياط، على اعتبار انه ايضا فرصه طبعا ربما تقلصت بعد التعاقد مع المحياني وايضا الخميس، لكن الان اعتقد ان فرصته كانت جيده في نجران، وهذا ما يجب ان يكون بكثير من الانديه. لا لا لا، اللاعب اللي ما حتستفيد منها طبعا ربما اعطيه مثلا فرصه الانتقال، اعطيه مثلا حرره من من من, من عقد يلزمه بالاستمرار حتى يكون. حسن الراهب اليوم كثير بيتحدث انه قدم هذا المستوى، طبعا ربما رد على بعض الاهلاويين، لكن انا اعتقد انه هذا مستوى حسن الراهب حتى وهو مع الاهلي عندما كان ياخذ الفرص كان لاعب جيد، لكن وجود فيكتور حقيقه والحسني هو اللي ساهم في في في, في غيابه. نعم. كثير اتمنى ان تكون هذه بالنسبه لحسن الراهب وهو من اللاعبين اللي احترمهم واقدرهم ان تكون انطلاقه اليوم، زي ما قال طبعا احد الاخوان من نادي نجران عمل كل شيء، صنع الهدفين وكاد انا ايضا نسجل الهدف. نعم. الثالث، وفي النهاية طبعا قدم دموع فرح أو دموع حزن الله أعلم، لكن في النهاية هو استحق نجومية المباراة. ما بالنسبة للأهلاويين فأعتقد أنها مباراة تصحيح الأوضاع، عليهم أن يستفيدوا من أخطائهم، عليهم أيضا أن يجلسوا كثير مع أنفسهم، لسيما أنه الأداء اليوم كان باهت، كان هناك تباعد في, 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 في خطوط الفريقين، لم يكن هناك صناعة لعب، الدفاع كما جرت العادة هناك شرخ كبير. فأعتقد أنه بالنسبة للاتحاد مثل ما حدث أمام التعاون والأهلي مثل ما حدث بالنجران هي مفيدة للمدربين الفريقين. طيب. يجلسون مع لاعبتهم يناقشون أوضاعهم، يشوفون أيضا الأخطاء اللي وقعوا فيهم. في المقابل أيضا لابد أن نشيد بفريق نجران اللي كلنا في بداية الموسم كنا نراهن عطفا على الأزمة اللي عصفت به اللي هي الأزمة المالية والمشاكل اللي حدثت أنه يكون ربما من فرق المؤخرة، الآن ما شاء الله يكفز المركز الخامس، وهذا دليل أنه الفريق يصير من 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 خطوة إلى خطوة. نعم. في لاعبين. طيب. جيدين، إدارة جيدة، لكن ربما ظروف المالية أحيانا تساهم في عدم تقديم المستوى المطلوب. طبعا رئيس النادي يقول يستحقون أكثر من المكافأة، لا أنا أقول هم يبغون إلا المكافأة، ما يبغون أكثر منها. طيب في الأمور المالية ما في أكثر منها. عموما أبو رشيد، أنت تابعت المباراة أكيد بتمعن، كيف ممكن يعني باختصار عطنا كذا، أنت تكلمت كثير عن المباراة. نعم، ليه باختصار؟ لأنه كنا على استوديو المباراة أنا والكابتن يوسف عنبر، لكن بشكل عام أبو تركي شوف يعني وفق المعطيات الفنية المتوفرة لأي متابع لأي مراقب بالتأكيد يعني حيكون في فوارق من حيث المركز أو حتى من حيث الإمكانيات، لكن عندما يصفر الحكم وتبدأ المباراة تأتي حسابات اخرى يمكن لم تاتي في حساب المحلل او المدرب او اي مراقب، لكن بشكل عام المباراه كانت يعني انا في الجانب الاهلاوي انا 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 ساكتفي بما قاله مدرب الفريق السيد جيروليم انه المباراه كانت فيها اخطاء وتحديدا اخطاء دفاعيه، هذا لا يقلل من حجم الجهد الكبير اللي بذل، يعني تحديدا ابو تركي تحديدا اتكلم اليوم عن حسن الراهب اليوم لم يسجل اهداف
لكنه نجم المباراة يعني صنع هدفين وفق ظروف وفاة والده والظروف اللي مر فيه. يعني اليوم حسن الراب قدم مستوى جيد جدا ويمكن أنا والكابتن يوسف عنبر حتى منحناه يمكن نجومية المباراة حتى لما فالنجم دائما ليس بالضرورة أن يسجل، لكن بحجم الحضور اللي سجله حسن الراب اليوم أنا أرجو أن يكون ضمن ضمن اختيارات السيد يعني مدرب المنتخب أو يكون له وجود يعني بكل صراحة. طيب مرة ثانية نقول ألف مبروك نجران، حظنا أوفر للأهلي. آخر مباراة اليوم كانت هي مباراة بين الاتفاق وهجر، أيضا الاتفاق على المستوى الآسيوي كان متعثرا ولكنه اليوم عاد ليصحح الأخطاء ويتغلب على هجر. تقرير يتابع المباراة. ضمن منافسات دوري زين السعودي لكرة القدم وفي جولته التاسعة استضاف الاتفاق فريق هجر على أرض استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. شهدت البداية محاولات جادة لمسح الصورة الباهتة التي ظهر بها أسوية، وأسفرت تلك المحاولات عن تقدم فارس الدهناء برأسية ماجد العمري في الدقيقة الثامنة. ماجد العمري في شوق، هذا اللاعب شوق كبير للملاعب. ماجد العمري يسجل أول أهدافه في حاول الضيف تعديل النتيجة وتمكن في الدقيقة 26 من تسجيل هدف التعادل برأسية استقرت في شباك حرس الاتفاق عبد الله الصالح. الله البهداري يسجل الهدف التعادل، هدف التعادل، هداف، مدافع في مواصفات هداف، مدافع في مواصفات هداف. لم يمهل أفراد كوماندوس ضيفهم الكثير ليتمكن المحترف البرازيلي جونيور من ترجيح كفة فريقه بهدف التقدم من ركلة جزاء. اتفاقي ثاني، جول، اتفاقي ثاني، فرحة موجودة للفريق. ومع بداية الحصة الثانية إضافة جونيور الهدف الثالث من تسديدة قوية لتستقر في مرمى مصطفى ملائكة. الله على جونيور، هدف جميل جدا، هدف جميل جدا، يا الله. وبذلك الفوز يحصد الاتفاق النقطة السادسة احتلل المركز 11، فيما بقي هجر في المركز 10 ب7 نقاط. مبروك للاتفاق، ألف مبروك للاتفاق، حظا أوفر لهجر. أبو رشيد، الاتفاق من الفرق المحيرة، ما تعرف مرة يحضر يغيب، ولكن ربما تكون هذه أفضل تحضير للآسيوي هذه المباراة. بالتأكيد يعني الاتفاق قدم مباراة كبيرة جدا، وبعدين حتى يعني موقع نادي الاتفاق قياسا بعدد المباريات، وحتى نادي هجر يعني مو يعني حتى مركزه جيد يعني مطمن في 11 والاتفاق في 10، لكن قياسا بنتيجة المباراة 3-1، وأنا ما شفت المباراة لكن من خلال الأهداف اللي شفنا بلا شك يعني في تحسين لمركز نادي الاتفاق، خصوصا أنه عنده برضه مشاركة خارجية. نعم، الآن يعني ما راح اخذ طبعا راي ابو محمد في هالموضوع لانه المباريات اكيد اليوم يعني ما قدرنا نتابعها كلها، فما ابغى يعني احرج ضيوفي خصوصا ابو رشيد يعني كان مركز مع مباراه واحده، لكني بشكل عام ابو محمد ما نبغى نتكلم عن تفاصيل فنيه ولا ابغى احرجكم فيها. وش ممكن نقول عن الاتفاق وهجر؟ أنا أعتقد أنها مهمة كانت الاتفاق، وبروفة طبعا حقيقية لمباراة الرد مع الكويت الكويتي، خاصة أنه عاد بخسارة ثقيلة 4 ما كنا نتوقعها، وكانت بالنسبة لنا مفاجأة أعتقد، لكن أعتقد عطفا على 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 الأرض والجمهور وعلى المستوى اللي قدمه الاتفاق اليوم، وسجل من خلال 3 أهداف أنه قادر إن شاء الله أنه يسجل 3 أيضا على ملعبه. صحيح أن المهمة صعبة، لكن أمام فارس الدهناء وأمام جماهيره وأمام أيضا الجمهور السعودي اعتقد ان الثلاثه ما هي بصعبه ولن تكون مثلا بكبيره على فريق بحجم نادي الاتفاق. نعم، نتمنى له ان شاء الله التوفيق في اسيا للاهلي والاتحاد ايضا. بالعوده الى حديث اللاعبين، كان هناك استمعنا الحديث محمد نور، لكن كان في جزء اخر يتحدث فيه ايضا محمد نور عن مواضيع اخرى مثل هاللاعبين يتكلموا، وما تقدر يعني انك ما تاخذ كل حديثهم، فحنتابع الان جزء ثاني من حديث اللاعب محمد نور بعد نهايه مباراه اليوم.
بين الاتحاد القادم من جدة مباشرة مع بالتأكيد التعاون كابتن محمد نور. يتقدم الاتحاد هدفين تنهي شوطك الأول، المعنويات داخل الفريق امتيازات كبيرة، متأهل إلى دور النصف النهائي في دوري أبطال آسيا. اللي يشوف المباراة أو يشوف الامتيازات اللي حصل عليها الفريق في بداية المباراة أو الشوط الأول لا يتوقع أبدا أن يعني يعود التعاون للمباراة. كيف تعلق؟ والله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني سجلنا هدفين الشوط الأول، بداية الشوط الثاني يعني باغتنا التعاون بغلطتين فادحة يعني مننا نحن شخصيا، وسجلوا التعادل تقريبا حول الدقيقة 80 سجلنا الهدف الثالث. المفروض نحافظ على هدفنا، وسجلوا برضو التعاون التعادل. كان في أغلاط يعني واضحة، إن شاء الله حتتعالج في المستقبل بإذن الله. أما بالنسبة للمباراة يعني المجملها يعني كانت متوسطة بين الفريقين. الاتحاد كان مسيطر الشوط الأول، شوط التعاون الشوط الثاني يعني لم نفسه وقدر أنه يجاري الاتحاد في الشوط الثاني، واستطاع أنه يسجل 3 أهداف في الشوط الثاني. بالنسبة لي صراحة حكم المباراة كان يعني كان متحامل علينا كثير داخل الملعب. يعني النتيجة كانت 2-2، كنا نتكلم مع الحكم نقول له اللاعب يتعالج برا، يقول لازم اللاعب ياخذ وقته في علاجه، ولازم تسأل اللاعب انه هل حيكمل ولا نطلب له نقالة. يعني انا اول مرة اسمع النظام هذا، ولا ممكن انا ما ادري عنه. انا الشيء المتعارف بيننا احنا كلاعبين انه حارس المرمى فقط اللي يدخل له العلاج داخل الملعب، وكل ما نتكلم معاه يقول الوقت انا اللي احسب الوقت. ويوم سجلنا الهدف الثالث صار الحكم يطالبنا انه نحن نلعب بسرعه. يعني انا استغربت من رده الفعل هذه، كنا متعادلين 2-2 وكان هادي وكان يضحك. يوم ما سجلنا الهدف الثالث صار يطالبنا انه نحن نلعب بسرعه، ويطالبني اني ارجع بسرعه عشان نلعب عشان نكمل نلعب عشان نكمل الوقت. وانا استغرب، وطبيعي انه نحن في الاسويه بنكون يعني كويسين وبنادي مباريات كويس عشان ما يكون علينا ضغوط يعني من التحكيم. طبيعي انه الحكم لما يكون اسوي غير، لكن الحكم السعودي دائما زي كذا، ما ادري ايش التحامل هذا للاتحاد بالذات. يعني حتى كلام ما يتقبل الكلام، يعني سعود جاي يتكلم معه يقول لا تكلمني، دوبه كلمني الكابتن. جميل. طيب كابتن، انا طبيعي بتكلم معه عادي يعني، انا مستغرب. احنا في النهايه بالنسبه لنا على الاقل لا نستطيع ان نتواصل ونسترسل في الحديث عن التحكيم. لا انا ما استرسل، انا اتكلم وانا اتحمل كلامك. اي انت تتحمل كلامك، لكن اسالك سؤال. هو بعد ما سجل التعاون ادرك الهدف الثالث اللي هو التعادل، اعطاك بطاقه صفراء. ليش اعطاك بطاقه صفراء؟ اعطاني بطاقه صفراء عشان اقول للحكم مو بسايت، يعني اقول لي لا تحلف. اقول له انا مو بسايت، تقول لي لا تكلمه. يعني هو اللاين سامعني وانا ما شتمت اللاين ولا قلت له شيء. بقول له مو بسايد كذا، اشير له مو بسايد، اعطاني كرت. اليوم النتيجه هذه تخشى محمد نور وانت الخبير القائد، تخشى ان تؤثر على وضعيه الفريق في دوري ابطال اسيا؟ ستقابل فريق ثقيل، فريق ربما لاول مره يصل الى نصف نهائي لكنه يبقى غريم تقليدي، امتيازات كبيره في الفريق الاهلاوي اليوم. والله ان شاء الله ما تاثر، اقول لك طبعا اذا الحكم كان اسوي ما حتاثر علينا طبيعي. طيب كابتن بصراحه، ثنائي خط متوسط الدفاع المنتشر رضا تكر، اليوم لو كانوا موجودين كانت من الممكن أن تصل النتيجة إلى 3-3، ولا قلة خبرة أحمد عسيري مع العلم أنه يبقى أسامة المولد واحد من ألمع نجوم خط الدفاع في السعودية ككل؟ ممكن لو كانوا موجودين حمد ورضا ممكن النتيجة تكون 4-5، يعني هي يعني عدم توفيق فقط لا غير يعني. طيب محمد رسالتك، دائما اللاعبين اللي يولدون لاعبين جدد الإعلام يعطيهم يعني وهج إعلامي مدح زايد، وبعدين كأن بلونة انتفخت وممكن تفش، مع كل التقدير والحب لفهد مسعد. فهد مسعد اليوم فهد المولد اليوم الحديث عنه واسع. ماذا، وش رسالة محمد نور عبر الرياضية السعودية؟ والله ما عندي رسالة ولا شيء، بس بالنسبة للكلام هذا يعني جات فترة قبل تقريبا 4-5 سنين يعني كانوا يولدوا نجوم وكان الإعلام يعني يرفع من قدرهم واختفوا ما شفناهم. لكن أعتقد وأتوقع أنه فهد يعني شاف اللعيبة دول ويعرفهم شخصيا، وما اعتقد انه حيتاثر بالشيء ذا. وقبل فتره غير والفتره هذه الحاليه غير، يعني طبعا في نضوج. يعني دحين قبل فتره ما كان في نضوج للاعب يعني الجديد يعتبر، يعني اللاعب الهاوي، يعني حتى لو كان محترف في بدايته بيكون هاوي بالنسبه للمباريات وكذا. فاتوقف هذا المولد ان شاء الله مهم للنوعيه هذه ان شاء الله، واتوقع ان شاء الله حيكون يعني من افضل 3 لعيبه في السعوديه. اخر ناحيه كابتن اختم فيها معك، اللي هو الحديث عن الصحافه الرياضيه. بدات ربما مبروك زايد قبل شوي مع عبد الرحمن الدحيم كان يتحدث عن انه لاني نايم
ولا عندي مستحقات، عندي ولدي مريض الله يشفيه ويخليه له، أشياء كثيرة قبل ما تواجهون الأهلي في نصف نهائي. كقائد ترى بأنه هذا ربما يكون مخطط من الجماعة أو أسماء معينة للتقليل من وضعية الاتحاد، هز الاتحاد من الداخل؟ والله بالعكس، يعني ما أتوقع أنه يعني هذا الأشياء طبيعية دائما بتصير، يعني لا جديد، يعني متعودين على الحاجات هذه. وبالعكس يعني أنا أتمنى أنهم يستمروا على هذا المنوال إن شاء الله، ونحن ردنا حيكون في الملعب بإذن الله وحيكون قوي جدا. شكرا لك. حقيقة أنا أتمنى أشوف موقف يعني شخص مثلا يكتب على لاعب وبعدين يطلع اللاعب هذا ولده في حالة صحية صعبة، ما أعرف حقيقة وش موقفه، أكيد سيء جدا. تخيل اللاعب جالس مع ولده في المستشفى مريض عند القلب ويقرأ في أي مكان بأنه نايم وما يبغى يحضر عشان مستحقات، يعني موقف جدا صعب. عموما سأذهب إلى الترتيب. بعد نهاية المباريات اليوم، الهلال في الصدارة يا شباب، مو الفتح، الهلال هو اللي في الصدارة ب20 نقطة، بعد ذلك الفتح ب20 نقطة أيضا. الشباب طبعا فارق الأهداف اللي هيتصدر، الشباب في المركز الثالث 19 نقطة، ثم الاتحاد، بعد ذلك نجران ب14 نقطة في المركز الخامس، في المركز السادس النصر 13 نقطة، في المركز السابع الأهلي 11 نقطة من 6 مباريات فقط، الرائد في المركز الثامن ب11 نقطة، الشعلة في المركز التاسع ب10 نقاط، الاتفاق من 7 مباريات في المركز العاشر ب9 نقاط، هجر في المركز الحادي عشر ب7 نقاط، التعاون في المركز الثاني عشر ب5 نقاط، الفيصلي في المركز الثالث عشر ب4 نقاط، الوحدة يبقى أخيرا بنقطة واحدة. جماهير نجران اليوم بين الشوطي المباراة قدمت لوحة جميلة في المدرجات، بالتأكيد تستحق أن تكون آخر مشهد نتابعه في هذه الحلقة. يا سلام على الطهر مباشرة على طول لأحمد الشمراني تخصص هذه الأشياء، تفضل أبو محمد. حلو حلو حلو، هذا اللون من ألوان طبعا منطقة نجران، ولون جميل، وجمهور نجران طبعا محب لهذا اللون ودائما ما يردده في مباريات نجران. لكن أيضا بودي أتكلم عن في الأخير طبعا إذا بقي وقت عن كلام محمد نور وسؤال الزميل ماجد عن الصحفيين طبعا اللي بيحاولوا يتصيدوا، هو ما ينشر هذه الأخبار، هم صحفيين طبعا قريبين من البيت الاتحادي، أو أنني أقول عنهم اتحاديين، فطبعا محسوبين على الاتحاد، هم أعتقد أنه 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 أنه, إنه العملية فيها ربما كيدية بقدر ما فيها عدم مصداقية في بعض الأحيان. أنا قلت في بداية الأمر عندما سمعت تصريح مبروك زايد، كان يفترض أن يكون هناك موقف للمركز الإعلامي الاتحادي حتى يبين الصورة، لأن اليوم حقيقة تعاطفنا كلنا مع كلام طبعا مبروك زايد. تخيل أنت كما قلت في البداية ولده في المستشفى مرض قلب، وهناك من يؤكد أنه مثلا يتمرد على نادي الاتحاد، هذا خطأ مركز إعلامي، وأيضا خطأ من قبل الصحافة اللي كان يفترض أنها تجتهد. لكن في الأول والأخير أقول له محمد نور وأقول أيضا لماجد التويجري انه اصحاب هذه الاخبار واصحاب هذه الصحفيين محسوبين على الاتحاد. طيب. وما لهم علاقه بالمعسكر الاخر يعني. شكرا لك ابو محمد، وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا للاستاذ احمد الشمراني الكاتب الرياضي المعروف، شكرا على تواجدك معنا في هذه الحلقه. شكرا.
شكرا لك يا ابو تركي وللزميل العزيز ابو رشيد، ونلتقي ان شاء الله في برامج اخرى. شكرا لك، شكرا للكابتن القدير المدرب الوطني المعروف المخضرم محمد السلوى. شكرا ابو شكرا رشيد. ابو تركي شكرا لكم مشاهدينا الكرام. تحيات فريق الاعداد اليوم بقياده عايض القحطاني، محمد الشهراني، سعيد العمري، معاذ الحميد، عبد الرحمن الناصر، جابر الحربي، وبرس القحطاني، ومخرجنا اليوم علي المالكي. غدا نلقاكم في حلقه جديده من الملعب. الى اللقاء.